اولا شفنا انتاج رائع وشفنا منتجات يعني تستحق انها تبقى باضعاف الثمن ده في الاسواق الاوروبيه والامريكيه، وباذن الله يعني مزيد من الجهود في التسويق نقدر ان المنتجات الجميله دي انها تزيد في الكم وفي السعر كمان. في خطه تطوير بتبدا بالمحله وبتنتهي ب 22 شركه غزة ونسيج بالاضافه للمحالك، التطوير قادم باذن الله في خطه الشركه القابضه وباذن الله نعلنها في الوقت المناسب يعني. لكن لما يتم الاصلاح انا حتى الان يا فندم. لا طيب يا فندم، النهارده اتقال ان بعض عمال غزة المحله متخوفين ان تكون الزياره لخصاصه الشركه. الزياره جايه للدعم، قطاع الغزة ونسيج كله ما فيهوش خصخصة ولا بيع، البيع ده بيبقى الشركات بتكسب. احنا السنة اللي فاتت حاصل خسارة الشركات 2.7 مليار جنيه تقريبا، قدامنا سكة طويلة لحد ما نعود للربحية، وبعدها نبقى نتكلم على احتمالات. انا بقولش خصخصة، انا بقول بيع جزء من اسهم الشركة للجمهور للافراد في طرح عام. الكلام ده بيحصل النهاردة للشركات الرابحة، احنا لازال قدامنا مشوار على بال ما نرجع نكسب ونكسب الارباح اللي تستحقها القلاع دي. القلاع دي المفروض انها تكسب كتير. نعم. على بال ما نوصل انها نكسب كتير قدامنا على الاقل 3-4 سنين، على الاقل 3-4 سنين بعد التطوير، فالمجال لسه بعيد يعني على ما نتكلم على طرح لبعض اسهم الشركه. طب يا فندم، هل في استفاده من الاراضي الغير مستغله في قطاع الشركه؟ ما احنا عندنا زي ما قلنا في دمج، فهينتج عنه أراضي. الأراضي دي سواء في محالك أو بعض المصانع هيبقى فيه أراضي متوفرة، وده اللي هتغطي تكلفة التطوير بإذن الله. طيب يا فندم، هنا في غزة المحلة وشركة الغاز ده فيها مساحات كبيرة جدا زي مدينة العمال الأولى ومدينة العمال الثانية. لا أنا ما بتكلمش على مدينة العمال والمصانع. ما بتكلمش على المصانع ولا مدينة العمال. المصانع هي هتستغل في المصانع اللي مش شغالة هتشتغل، وهنجيب فيها مكن، هندمج حاجة في المحلة مش العكس. فمفيش استخدام للاراضي او داخل المصنع للمحله تحديدا يعني. طب يا فندم، في الخطه اللي جايه ان شاء الله هل فيه زياده عماله وتعيين عماله جديده للشركه تعمل بعد ما التطوير؟ ده مجال البحث باذن الله، لما نشوف المكن الجديد محتاج عماله قد ايه ونشوف يعني. ده مجال البحث، عشان كده قلت لك التنفيذ هيبدا بعد 4-5 شهور بعد الدراسه المستفيضه للي موجود النهارده، واللي هيتم الدمج شركه في المحله. فده مجال يعني الهيكل التنظيمي الجديد والعماله الجديده ده هيكون مجاله بعد 4 شهور. طب يا فندم، اخر سؤال بعد اذن معاليك، طب توجهات الرئيس السيسي لقطاع الاعمال بالكامل كانت لمعاليكم تمثيله فيه؟ اقاله القطاع من عصرته، بحث خسائر الشركات وسببها، وبحث سبل حلها، لان عندنا اكتر من بديل بيبقى، وحتى الشركات الرابحة ازاي ان احنا نزود ربحيتها ونقدر الامكانيات الكامنة جوه الشركات تتحول لفلوس.